بدتكم ما تخافوش كيما تحركنا تتحركوا فورا رميوها وخذيوها ولد على بيت خذيت كرسي للحكم ولد خذي كرسي الإعاقة ولد ملوى في السبيطار هو معاه ميل قريبة روحت للدار كم ليلة؟ شيل عبالين 70 مليون عبالية ولدي بيتعمل إيش؟ عليش أخذ بيها حق حسبي الله ونعم الوكيل كل جن صحيح وقتها شو صار اليوم في المحكمة العسكرية في محكمة الاستئناف العسكرية؟ اليوم الاستئناف العسكري قال شو نجيبوا الذخيرة شو نجيبوا الملفات من البوشوش ما فهمتش الملفات من البوشوش شو يجيوا وذايم شو نجيبوهم احنا وش يجيبوهم هم احنا حاشنا حاشنا بالحقيقة حاشنا بحد شيء حاشنا بالحقيقة شكون قتل الولاد شكون قتل الولاد الكرام هذيك الحقيقة اللي حاشنا بها ان شاء الله الحكايات هذي اللي حكي عليهم رئيس محكمة الاستئناف باب سعدون ان شاء الله تطلع صحيح ان شاء الله الحقيقة اللي حاشنا بها العائلات هذي ان شاء الله يجيبوها احنا ما حاشنا بحد شيء راه حاشنا كان بالحقيقة مش كون قتل الولاد أوفيات أوفيات ليدي مع الشهداء أوفيات أوفيات ليدي مع الشهداء هذا ظلم هذا ظلم هذا ظلم